يقول: عندما أصوم رمضان في المملكة يا فضيلة الشيخ، هل يصح لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك، أم لا بد من إخراجها من مكان صيامي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه، سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال، لكن إذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس أن تنقل إلى بلد آخر. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو نقلها لمصلحة راجحة إلى بلد آخر، فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر. وحيث إن الأمر واسع، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر، وفي المكان الذي فيه المال إن كان زكاة مال. هذا هو الأولى والأحسن. نعم.